أني إلي حق بالحياة، إلي حق أختار شغلي، دراستي، إلي حق أختار طريقي بنفسي. ما تشذب عليكم، أني ألقى هواية مضايقات، لكن ما أوقف، ومستحيل أخلي هاي المضايقات توقفني. وكنا لازم نكون إيد وحدة، يعني الشباب هنا أنا بالكوفي ما شاء الله عليهم يساعدوني ويعينوني ويقولوني عافية عليك، أنت بطلة تدرسين وتشتغلين. واني أتمنى من كل العراقيين أن يعينونا يساعدونا لأن هم سندنا.